السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم إن شاء الله غادي نبدأ معكم واحد السلسلة ديال الامتحانات الإقليمية الموحدة لنيل شهادة الدروس الابتدائية، وبالضبط غادي يخص المستوى السادس ابتدائي اللي مقبلين على الامتحان الإقليمي باش ياخذوا الشهادة ديال الابتدائي. إذا غادي نبدأ أولا بالامتحانات السابقة اللي داروا العام اللي فات والعام اللي قبل منه. بنفس الطريقة غادي يكون إن شاء الله الامتحان ديال هذا العام، بالرغم من أنه بعض الدروس اللي تبدلوا، بالرغم من أنه مجموعة من الأمور، ولكن نفس الطريقة ديال الامتحان غادي تبقى. بالنسبة للرياضيات راه نفس الدروس ديال العام اللي فات وما ديال هذا العام، فقط تبدل يعني الترتيب. إذا غادي ندير معكم هذا الامتحان اللي كيخص مادة الرياضيات، وبالضبط جهة طنجة تطوان الحسيمة المديرية الإقليمية والزن ديال العام اللي فات. غادي نبداو أولا بالمجال الرئيسي الأول، العد والحساب. إذا دائما الامتحان كيجي بهذه الطريقة بكل بساطة وسهولة. إذا المجال الرئيسي الأول العد والحساب، عليه 13 نقطة. ضع وأنجز العمليات التالية. إذا عندي ثلاثة ديال العمليات، عملية الجمع والطرح. إذا هنا هذه العملية الأولى فيها عملية الجمع وكذلك الطرح، عندي الضرب وعندي القسمة. نبداو أولا بعملية الجمع والطرح، إذا انتبهوا معايا دائما. إذا هنا أولا غادي نبداو بطبيعة الحال بداكشي اللي كاين بين قوسين. إذا أولا خصكم تنتبهوا للوضع، إذا 6508 نديرو لها فاصلة صفر باش ما نتلفوش، ونديرو الفاصلة تحت الفاصلة، نديرو 7 هنايا، 5 هنا، وهنا 25، هنا غادي نجمعو، نضيفو صفر هنا. إذا عملية الجمع، 0 زائد 5 5، 0 زائد 2 2، أنزل الفاصلة، 8 زائد 7 يساوي 15، اكتبوا 5 واحتفظوا بواحد، 1 زائد 5 6، وهنا 5 6. إذا هاد المجموع اللي حصلنا عليه هنايا غادي نقصوا منه هذا. إذا هنا هذه ناقص هذه، لأنه في الترتيب راه هذه جات قبل من هذا المجموع هذا، وبالتالي غنديروا 9473.5، الفاصلة تحت الفاصلة، هنا 25، هنا 5 6 5 6، نديرو عملية الطرح. إذا نضيفو صفر، صفر ناقص خمسة يمكن أضيفو 10 وأنزل واحد، 10 ناقص 5 5، 5 ناقص 3 2، أنزل الفاصلة، 3 زائد 5 أو عفوا ناقص 5 لا يمكن أضيف 10 وأنزل واحد، 13 ناقص 5 8، 7 ناقص 7 0، 4 ناقص 5 لا يمكن أضيف 10 وأنزل واحد، 14 ناقص 5 9، و 9 ناقص 7 يساوي 2. الجواب هو 2908.25. إذا هذا هو الجواب. دابا ندوزو لعملية الضرب. إذا 1348 غادي نضربوها ب 5.67. إذا 7 في 8 يساوي 56، أكتبوا 6 واحتفظوا بخمسة، 7 في 3 يساوي 28 زائد 5 33، أكتبوا 3 واحتفظوا بثلاثة، 7 في 3 21 زائد 3 24، أكتبوا 4 واحتفظوا باثنان، 7 في 1 7 زائد 2 9، أضع نقطة. إذا 6 في 8 يساوي 48، أكتبوا 8 واحتفظوا بأربعة، 6 في 4 يساوي 24 زائد 4 28، أكتبوا 8 واحتفظوا باثنان، 6 في 3 18 زائد 2 20، أكتبوا 0 واحتفظوا باثنان، 7 في 1 عفوا 6 في 1 6 زائد 2 8، أضع نقطة، 5 في 8 يساوي 40، أكتبوا 0 واحتفظوا ب4، 5 في 4 يساوي 20 زائد 4 24، أكتبوا 4 واحتفظوا ب2، 5 في 3 يساوي 15 زائد 2 يساوي 17، أكتبوا 7 واحتفظوا ب1، 5 في 1 5 زائد 1 6، وأجمع. هنا 6، 3 زائد 8 يساوي 11، اكتبوا 1 واحتفظوا ب1. إذا ثم عندي 1 زائد 4 5 زائد 8 يساوي 13، اكتبوا 3 واحتفظوا ب1. 1 زائد 9 10 زائد 4 14، اكتبوا 4 واحتفظوا ب1. هنا 1 زائد 8 9 زائد 7 16، اكتبوا 6 واحتفظوا ب1. 1 زائد 6 يساوي 7. إذا هنا غادي نتكلموا من بعد، غادي نحسبوا عدد الأرقام بعد الفاصلة. عندي رقمين، أضع الفاصلة هنا، والجواب هو 7643.16، والجواب صحيح. دوزوا لعملية القسمة الآن. عملية القسمة هي 3789 مقسومة على 4.5، وهنا ضروري من حيدوا الفاصلة، يعني لأنه عندي في المقسوم عليه عندي الفاصلة. إذا
3789 هادشي هذا مقسوم على 4.5 مقسوم عليه عندي بالفاصلة، وبالتالي يجب أن أحذف الفاصلة بضرب كل من المقسوم والمقسوم عليه في نفس العدد، يعني في 10. هنا ملي غنضرب في 10 غادي تحيد لي الفاصلة، وهنا ملي غنضرب في 10 أضيف صفر. مزيان غتولي لي 37890 مقسومة على 45، شحال كتساوي؟ إذا لدي رقمان أخذ رقمان، 37 مقسومة على 45 لا يمكن، أضيف رقما آخرا، بالتالي غيصبح لي 378 شحال فيها من 45؟ فيها 8. 8 في 5 يساوي 40، اكتبوا صفر واحتفظوا بأربعة. 8 في 4 يساوي 32 زائد 4 36. نعم، إذا عملية الطرح 8 زائد ناقص 0 8، 6 7 ناقص 6 1، وهنا صفر. أنزل 9. 189 شحال فيها من 45؟ إذا فيها بطبيعة الحال فيها 4. 4 في 5 يساوي 20، اكتبوا صفر احتفظوا به 2. 4 في 4 يساوي 16 زائد 2 18. نعم، عملية الفرق 9 ناقص 0 9، 8 ناقص 8 0، وهنا 1 ناقص 1 0. أنزل صفر. 90 شحال فيها من 45؟ فيها 2. بطبيعة الحال 2 في 45 يساوي 90. 90 ناقص 90 يساوي 0، وبالتالي الجواب أولا الخارج هو 842. ندوزو السؤال الموالي، لأنه هنا فات السؤال هذا عندي 1 2 3. السؤال الرابع هو هذا ديال العمليات أو عمليات على الأعداد الكسرية. إذا عندي هنايا الضرب ناقص هنا القسمة. إذا بطبيعة الحال الضرب كنضربو البسط في البسط والمقام في المقام، وبالنسبة للقسمة كيرجع لي إلى ضرب، يعني أحتفظ بالكسر الأول وأضربه في مقلوب الكسر الثاني. هنا شايوقع؟ إذا 4 نضرب في 9، وهنا فحال رجع 4 على 1، 1 نضربه في 14. نعم، هادشي ناقص. إذا 5 على 2 الكسر الأول أضربه، إذا هاد القسمة تحول لي إلى ضرب في مقلوب الكسر الثاني. الكسر الثاني هو 7 على 2 غيولي 2 على 7. نعم، يساوي إذا 4 في 9 تساوي 36 على ماذا؟ على 14 ناقص، هنا عاد غنضربو 5 في 2، 5 في 2 على 2 في 7. وقبل ما نضربو 5 في 2 و 7 في 2 يمكن لنا نختزلوه هنا في 2 مع 2. إذا ها حنا نختزلو 2 مع 2 يمكننا نختزلوها بسهولة، ولكن بلا ما نختزلوها لأنه غادي نحتاجوها في عملية الطرح، مفهوم؟ إذا نحسبوها هنا 36 غتبقى لي 36 على 14 ناقص 5 في 2 10 و 2 في 7 14. هنا حصلت على فرق عددين كسريين لهما نفس المقام. احتفظوا بالمقام الموحد اللي هو 14 وندير فرق البسطين 36 ناقص 10، وبالتالي غادي نحصل على جواب وهو 36 ناقص 10 اللي هي 26، وبالتالي 26 على 14 هو الجواب الصحيح. وقالوا لي هنايا احسب واختزل، خصكم تنتبهوا للسؤال هنايا، لو كان قالوا لكم غير احسب توصل لهنا صافي، ولكن هو قال لك احسب واختزل، يعني المطلوب هنايا منك انك تختزل. انا نجيب هنايا الاختزال، 26 على 14 راه هي في الاصل هي 26 هي 13 في 2 و14 هي 7 في 2، بالتالي هنا نختزل بجوج، ها هي اختزل بها تبقى لي 13 على 7 وهو الجواب المختزل، مفهوم؟ ندوزو الان للسؤال 5. السؤال 5 اللي غادي يخص لي هنايا واحد المساله وخاصه بالتناسبيه هذه المساله اللي هي التناسبيه، يعني سلم التصاميم والخرائط. اذا وضعيه مساله عندي هنا واحد الملعب كما كتشوفوا، نقراو المساله. تمثل الصوره جانبه تصميما لملعب رياضي بمدرستك. اذا هنا واحد الملعب رياضي في المدرسه ديالك، صمم بسلم واحد على 1000. إذن هذا تصميم فقط، يعني ماشي واقع، هذا التصميم صمم بهذا السلم ديال 1 على 1000. اذا علمت ان طوله على التصميم L، الطول ديالو في التصميم 4 سنتيمتر، والعرض شحال؟ 2 سنتيمتر. نعم، سؤال هو اوجد البعدين الحقيقيين، يعني بغينا نعرفوا شنو هو الطول الحقيقي والعرض الحقيقي للملعب. غادي نعرفوه بالسنتيمتر ثم غادي نعرفوه بالمتر. اذا اولا نحدد البعدين ماذا؟ الحقيقيين. البعدين الحقيقيين، كيفاش غادي نحدد البعدين الحقيقيين؟ اولا نبداو بالطول L. اذا L كيفاش غادي نحدو؟ غادي نضرب الطول على التصميم اللي هو 4 سنتيمتر، غادي نضربها في ماذا؟ غادي نضربها في 1000 اللي هو السلم، نضربها في 1000 شحال تعطيني؟ غتعطيني 4000 سنتيمتر اللي هي 40 متر، صافي اللي هي 40 متر، وبالتالي الطول على الحقيقي هو 40 متر، صافي. غنحددوا الان العرض L اللي هو لارجور. اذا بنفس الطريقه 2 سنتيمتر اللي هو العرض على التصميم غادي نضربه في 1000 اللي هو السلم، غيساوي لي 2000
نعم سنتيمتر اللي كتساوي 20 متر إلى حولتها بجدول التحويلات. وبالتالي هذا الملعب الطول ديالو الحقيقي هو 40 متر والعرض ديالو الحقيقي هو 20 متر، وكنكون ديت ثلاثة النقط بكل بساطة وسهولة. الآن غادي ندوزو المجال الرئيسي الثاني اللي هو ديال الهندسة، وعليه 11 نقطة. صافي 11 نقطة كاينة في الهندسة، وأبسط ما يكون يعني غير شوية ديال التركيز وتجيبو 11 نقطة في المجال الرئيسي الثاني. إذا السؤال الأول في مجال الهندسة وهو أنشئ منصف زاوية أ أو بي، إذا غننشئ واحد الزاوية القياس ديالها 75 درجة، ومن بعد غادي نحاول نرسم لها المنصف ديالها، منصف الزاوية. إذا بطبيعة الحال غادي نحتاج الأدوات الهندسية، الأدوات الهندسية اللي غادي نستعمل أولا المسطرة ثم المنقلة والبركر. مزيان، نبداو أولا باش نرسمو داك قلنا الزاوية، إذا الزاوية أ أو بي، صافي الزاوية أ أو بي مركزها أو بطبيعة الحال، إذا غنرسمكم سا، غنديرو هنا أو، أو نديرو بي، أها أو بي، ثم غادي نحاول نرسم الزاوية باستعمال المنقلة، تابعو معايا، إذا مركز المنقلة هو هذا، غادي نوضعو في النقطة أو اللي هو مركز الزاوية، وهذا الظل الأسود اللي فيه صفر ومية وثمانين هو اللي غادي نحطو عليه هكذا، ثم سأحسب. صفر عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون وخمسة وسبعون، خمسة وسبعون هنا كتجينا هنا 75، غادي نصلها مع هاد النقطة أو هاك بهالطريقة هادي، ثم نحدد النقطة هنايا أ، إذا هادي أ أو بي الزاوية 75 درجة، دائما خصكم ديرو بهالطريقة هادي، صافي رسم الزاوية وحدد القياسات، مثلا قالوا لي الزاوية 75 درجة كتب 75 درجة، ثم عاد نديرو المنصف، المنصف ديال هاد الزاوية غنستعمل البركار، غنختار واحد الفتحة من الاختيار ديالي. نوضع الشوكة ديال البركار في المركز ديال الزاوية أ أو بي هكذا، وندير قوس على أو أ وقوس على أو بي، صافي. ثم بنفس الفتحة غادي نمشي ونوضع الشوكة ديال البركار ديالي في هذه النقطة اللي حصلنا عليها، وندير قوس عاوتاني، ونمشي هنايا عاوتاني، وندير قوس بكل بساطة، وغادي نحصل على نقطة، داك النقطة هي اللي غادي نصلها مع أو باش غنحصل على المنصف ديال هاد الزاوية. إذا هذا هو المنصف ديال هذه الزاوية، كيقسم هذه الزاوية إلى نصفين متقايسين، إلى زاويتين متقايستين. ندوزو السؤال الموالي دائما في الهندسة، انتبهوا معايا دائما، إذا أنا كنحاول نزرب ما أمكن باش ما يجيش الفيديو طويل من طبيعة الحال، إلا ما فهمتوش شي حاجة خليوها لي في الكومنتار نعاود لكم الفيديو ماشي مشكل، ما عندنا حتى شي مشكل، المهم أنكم تفهموا. السؤال الموالي قلنا أنشئ متوازي الأضلاع ABCD بحيث AB 6 سنتيمتر و AD 4 سنتيمتر والزاوية BAD 50 درجة. اذا غنرسمو اولا، المطلوب هو نرسمو متوازي اضلاع. مميزه ديال متوازي الاضلاع ان الاضلاع ديالو متقايسه ومتوازيه متقابله بطبيعه الحال. مزيان، كذلك الزوايا المتقابله متقايسه. نبداو اولا برسم AB، نرسمو AB اولا، شحال فيه القياس؟ قلنا 6 سنتيمتر، المطلوب هو ترسم AB فيها 6 سنتيمتر، اذا 6 سنتيمتر هي أ بي، هكا ديرو أ بي 6 سنتيمتر، حدد القياس. مزيان، الآن ما غنرسموش أ دي، لا قبل ما نرسم أ دي خصني نرسم الزاوية بي أ دي، بي أ دي الزاوية غادي تكون هنا في أ، باش غادي نرسمها بطبيعة الحال بالمنقلة، غادي نوضع المركز المنقلة على النقطة أ هكذا، وهاد الضلع الأسود خصو يكون على الضلع الحامل للزاوية هكذا بهالطريقة هادي، ثم سأحسب صفر عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون، خمسون هنايا غادي نوضع نقطة وغادي نصلها مع أ هكذا بهذه الطريقة هذه، ثم دابا غادي نجيب المسطرة ديالي وغادي نحسب 4 سنتيمتر في هذا AD، لأنه قالوا لي AD 4 سنتيمتر، نجيب AD هكذا 4 سنتيمتر غتجيها فين؟ وبالتالي هذه ماذا؟ هذه النقطة D، صافي هذه هي النقطة D، شحال؟ 4 سنتيمتر قالوا لي، نكتبها. مزيان، الآن بقات لي نقطة أخيرة وهي النقطة الرابعة اللي هي ABC، نقطة C، كيفاش غادي ندير نرسمها؟ غادي نرسمها بالبركار، لاحظوا كيفاش غادي نرسمها، النقطة الرابعة في متوازي الأضلاع. إذا غناخد البركار غنوضع الشوكة في أ، وغادي نعبر من أ إلى بي بهذه الطريقة هذي، وغنمشي ونوضع الشوكة في الدي هكذا، وندير قوس بكل بساطة وسهولة هكا، غادي نمشي عاوتاني غادي ندير الشوكة ديالي في أ، ونمشي ونعبر من أ للدي بهذه الطريقة هذي، ونمشي للنقطة بي نوضع الشوكة وندير قوس عاوتاني، صافي، وحصلت على النقطة الرابعة في متوازي الأضلاع اللي غادي نكملو، غادي نكملو. انتبهوا معايا دائما، غادي نكملو، غادي نصل ب مع هاد النقطة اللي هي سي سي، وغادي نصل عاوتاني هادي لهنا، وغادي نكون حصلت على متوازي أضلاع
A B C D، بحيث أن الزاوية بي أ دي شحال القياس ديالها؟ 50 درجة. وإلا كان هذه الزاوية هذه 50 درجة، هذه 50 درجة. وإلا كان هذه 50 وهذه 50، 50 و50 هي 100، شحال يتبقى لي في 360؟ غادي تبقى لي 260. 260 مقسومة على جوج هي 130، غتبقى لي 130 درجة هنا و130 درجة هنا، باش يكون مجموع قياسات زوايا متوازي الأضلاع A B C D هي 360 درجة. غادي ندوزو الآن للسؤال الموالي، دائما في الهندسة واللي غادي يخص ليا التماثل المحوري، غادي يخص التماثل المحوري، انتبهوا دائما. إذا أرسم مماثل الشكل بالنسبة لمحور التماثل دي، إذا محور التماثل هو هذا الدي، هذا الشكل هذا غنرسم المماثل ديالو. إذا حنا عارفين بأن التماثل المحوري كيحافظ لنا على قياس الزوايا وكذلك المسافات، بالتالي هذه المسافة من النقط إلى محور التماثل كذلك الصور ديالها عاوتاني خصها تكون نفس المسافة. نبداو بهذه النقط، نبداو بالنقطة بي، شحال كتبعد من محور التماثل؟ كتبعد بثلاثة ديال التربيعات، إذا من انطلاقا محور التماثل غنحسب ثلاثة ديال التربيعات ونوضع النقطة بي، إذا هذه هي بي ونديرو بي بريم. صافي ندوزو الآن، إذا أحكم تبعد 1 2 3 4 5 6 7، إذا 3 هنا 4 5 6 7، ونقطة هنا غادي تكون أ بريم. السي كتبعد شحال؟ كتبعد تربيعتين، إذا غنحسب تربيعتين ونوضع هنا نقطة سي بريم. هنا دي شحال كتبعد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10، إذا سأحسب 10 من هنا، ها 2 2 4 2 6 2 8 2 10، والنقطة غادي تكون هنا هي دي بريم. ثم غادي نكمل، غادي نصيل النقط ديالي، نصيل سي بريم مع بي بريم، نصيل دي بريم مع سي بريم بهذه الطريقة، هادي أ بريم مع بي بريم، ثم هنا أ بريم دي بريم بهذه الطريقة هادي، غادي نحصل على هنا الشكل هذا، هو مماثل هذا الشكل بالنسبة لمحور التماثل. ندوز الآن للسؤال الموالي، دائما في مجال الهندسة دوزو الآن الوضعية، المسألة هنايا يملك سعيد حقلا على شكل مستطيل خصص جزءا منه على شكل معين لغرس أشجار الزيتون. إذا شحال خصص؟ خصص واحد الجزء منه أنه يغرس فيه الزيتون، نعم، وترك المساحة المتبقية فارغة. إذا هذا الحقل عنده عبارة عن مستطيل، هذا الجزء هذا اللي كتشوفوه هنايا عبارة عن معين، كيفاش شنو غيدير فيه؟ غيدير فيه الزيتون، وهاد البلايص هادو غادي يبقاو خاويين. صافي غادي يبقاو خاويين. عندنا جوج أسئلة، السؤال الأول احسب المساحة المخصصة لغرس أشجار الزيتون، السؤال الثاني استنتج مساحة الجزء الفارغ. مزيان، بداو أولا بمساحة المساحة المخصصة لغرس أشجار الزيتون، نحسبوها بهذه الطريقة. أولا من طبيعة الحال غنحسبوها، إذا غنحسبو مساحة هذا ديال المعين، إذا سعود مساحة المخصصة لغرس أشجار الزيتون، الزيتون هي، نعم، وندير اس كتساوي طبيعة الحال القطر الكبير دي، عفوا دي القطر الكبير ديامتر دي القطر الكبير في القطر الصغير على 2، القطر الكبير في القطر الصغير على 2، القطر الكبير هو من هنا من هذه النقطة اف الى اش شحال؟ 25 متر، مضروبة في دي القطر الصغير اللي هو من اون هذه النقطة هذه اللي هو 17 على 2، اذا 25 مضروبة في 17 على 2 كم تساوي؟ إذا أولا هنا تساوي 25 إلى 17 غادي ديروها تساوي لكم 425، 425 قسمتو على جوج غتعطيكم 212.5 سنتيمتر، ماذا؟ أو لا عفوا متر، متر وليس سنتيمتر، إذا هذه تاهي بالمتر، متر متر مربع، هذه هي المساحة ديال غرس أشجار الزيتون. سؤال 10 قالوا لي استنتج، إذا ما قالوا ليش أحسب الجزء مساحة الجزء الفارغ، إذا مساحة الجزء الفارغ راه باينة، لأنه إلا حسبنا المساحة ديال المستطيل أ بي سي دي نضربو 25 في 17، 25 في 17 عطينا 425، نعم 425 غنقصوها من 212.5 عطينا 212، إذا مساحة الجزء الفارغ هي نديرو اس غتساوي لنا 425 ناقص 425 هي مساحة المستطيل، نعم، وغادي نقصوا منها المساحة ديال اللي فيها الزيتون هي 212.5، وغادي تساوي لنا كذلك 212.5 متر مربع، وهذه هي المساحة ديال الجزء الفارغ. غادي ندوزو الآن للمجال الرئيسي الثالث، وهو مجال القياس اللي فيه التحويلات واللي ركزوا عليهم بطبيعة الحال حيتاش عليهم نقاط بزاف وعليهم
شحال ديال النقط عليهم؟ 10 ديال النقط. هاد 4 ديال التحويلات عليهم 10 ديال النقط. وباش نديروا التحويلات غادي نستعملوا هذا الجدول اللي وجدته هو جداول التحويلات. اذا اولا غادي نستعملوا جدول وحدات قياس الاطوال اللي هو هذا طبيعه الحال، جدول وحدات قياس الاطوال. والتحويل هو وماذا؟ هو 5.16 ديكامتر. اذا شنو غنكتبوا في الديكامتر؟ غنكتبوا بطبيعه الحال الرقم الموجود قبل الفاصله مباشره هو 5. اذا الديكامتر غادي نكتب فيه هكذا، نكتب فيه 5، 5.16. اذا نكتب واحد هنايا وستة هنا بطبيعه الحال. اذا اي خانه كنكتبوا فيها فقط رقم واحد، لين غنحولوها الى المتر. باش نحولها للمتر نحيد الفاصله من هنا ونرجع هنا بطبيعه الحال تولي 51.6 متر. من بعد 400 ولا 534 سنتيمتر غنحولها الى المتر، 534 سنتيمتر. اذا غنكتب 4 هنا، 3 هنا، 5 هنا، غنحولوا لين الى المتر. اذا غتولي 5.34 وغادي نجمعوا الجمع. 4 هنا، 6 زائد 3 9، نزيلوا الفاصله، 1 زائد 5 اللي هي 6، وهنا 5 تجي لي 56.94. صافي 56.94، 56.94 ماذا؟ سنتيمتر، او لا عفوا متر. اذا 56.94 في هذا الجدول ديال وحدات قياس الاطوال. غادي ندوزو للجدول الاخر اللي هو جدول وحدات قياس الكتل. 3702 كيلوغرام 2.6 طن، شحال فيها من هكتوغرام؟ نستعملوا هذا الجدول هذا بطبيعه الحال. اذا قلنا 3702 كيلوغرام، اذا غنكتب جوج في الكيلوغرام، جوج هنا وهنا صفر، هنا 7 وهنا 3، لين غنحولوها الى الهكتوغرام. ها الهكتوغرام هي هذه، غنزيدو فقط صفر. نعم 2.2 طن، اذا غنكتبو جوج هنا فاصله 2 طن، غادي نحولوها الى الكيلوغرام، نزولو هذه الفاصله ونزيدو الاصفار، ثم نحولوا للهكتوغرام عفوا ونجمعوا. صفر هنا 2 هنا صفر هنا 7 + 2 9 وهنا 5. اذا هتجي 59020، 59020 اذا هي او هو الجواب الصحيح. اذا 59020 ماذا؟ هكتوغرام. نعم دوزو التحويل الثالث وهو 74.3 متر او كاري، متر مربع، 348 ديسيمتر مربع، شحال فيها من ار؟ غادي ندخلو حتى الوحدات الزراعيه بطبيعه الحال، وغنستعملو جدول المساحه اللي هو هذا. نعم اذا نبداو اولا ب 74.3 متر مربع، لان كل خانه بطبيعه الحال مقسمه الى 2 لان عندي المربع. المتر مربع اش غادي نكتبو في وحدات المتر مربع؟ المتر مربع هو هذا الوحده ديالو، غادي نكتبو 4، لان هو رقم الوحدات في الجزء الصحيح. 4 هنا، هنا 7، 74.3، غادي نحولوها الى ماذا؟ الى الار. فين هي الار؟ الار هي هنا، غتولي 0، نزول الفاصله تولي 0. نعم 0.743. ثم نديرو 348 ديسيمتر مربع، فين هي ديسيمتر مربع؟ هي هذه، غادي نكتبو 8 هنا، 4 هنا، 3 هنا. نعم غادي نحولوها الى الار، اذا 0 فاصله، وغادي نجمعو. اذا هنا 8، هنا 7، 7 وهنا 7، ونزيلو الفاصلة وهنا صفر، غتجي لي 0.7778. إذا 0.7778 آر. صافي. ثم ندوزو للتحويل الأخير وهو التحويل الخاص بالحجوم والسعات. إذا 9.63 متر مكعب، 25 ديسيمتر مكعب، شحال فيها من سنتيلتر؟ صافي وغنستعملو هذا الجدول هذا. إذا هذا الجدول هذا غادي نديرو 9.63 متر مكعب. إذا شنو غنكتب في الوحدات المتر مكعب؟ الوحدات المتر مكعب غنكتب فيها 9.63، غنحولها للسنتيلتر. فين السنتيلتر؟ السنتيلتر هنا، زول الفاصلة وزيد 3 دالأصفر. مزيان 25 ديسيمتر مكعب، فين هي ديسيمتر مكعب؟ إذا 25 غنكتبوها بالطريقة هذي، وغادي نحولها وتاني نزيدو جوج ديال الأصفر، ثم ونجمعو. إذا صفر صفر، هنا 5، هنا 5، وهنا 6، وهنا 9. إذا هي 965500 سنتيلتر. نعم إذا 965500 ديال سنتيلترات. صافي وبهذا غادي نكون ديت 10 ديال النقاط في مجال القياس بكل بساطة، وغادي نكون ديت 2.5 في الامتحان على 10. دوزو الوضعية المسألة دائما في مجال القياس، وهنا غادي نختصوا بالدرس ديال الحجوم. هنا المسألة هي أراد يحيى ملء مسبح على شكل متوازي المستطيلات طوله أو طول قاعدته 15 متر. إذا هذا المسبح عبارة عن متوازي المستطيلات، طول ديال القاعدة هي 15 متر، العرض
4 متر، والارتفاع شحال؟ 3.5 متر. غادي نحسبوا الحجم، اذا نحسبوا حجم المسبح. اذا حجم المسبح هو الحجم المتوازي المستطيلات اللي كنديروا في يساوي الطول في العرض في الارتفاع، يعني ال في ال في اش. في يساوي ال هو 15 مضروبه في 4 مضروبه في 3.5. في يساوي شحال كتساوي؟ كتساوي 210 متر مكعب. صافي، هذا هو الحجم ديال المسبح. غادي ندوزو الان السؤال الموالي، ما الكميه اللازمه لي بالليتر، يعني بالليتر غنحولو لليتر، لما الاي 2 على 3 من المسبح. اذا الكميه اللازمه نضربو في في اللي هي الحجم، الحجم غادي نضربو في 2 على 3 اللي هي الكميه المملوءه نضربو. اذا هي 210 ضربها في 2 على 3 اللي هي 210 مضروبه في 2 على 3 اللي هي 420 على 3 اللي هي شحال؟ اللي هي 140 سنتيمتر، او عفوا 140 140 متر مكعب. وهاد 140 متر مكعب شحال كتساوي من لتر؟ كتساوي 140 الف لتر. نعم، 140 الف لتر، وهي الكميه اللازمه باللتر لملء 2 على 3 من المسبح. صافي. نعم، ندوزو للمجال الرئيسي الاخير، وهو مجال تنظيم ومعالجة البيانات. نعم، إذا وضعية المسألة هي هذه. يمثل المخطط بالأعمدة جانبه تطور حالات الإصابة بفيروس كورونا بإحدى الدول الأوروبية. إذا هذا المخطط بالأعمدة كيمثل يعني الحالات ديال كورونا في الأيام، أيام الأسبوع. السؤال الأول، ما هو اليوم الذي سجل فيه أكبر عدد من حالات الإصابة؟ أكبر عدد من حالات الإصابة كاين هنايا، كتشوفوا هنايا اليوم. إذا يوم ماذا؟ يوم السبت. يوم السبت ب 9000 حالة. هاي 9000 حالة. هاي السؤال الموالي، ما هو اليوم الذي سجل فيه أقل عدد من الحالات؟ إذن أقل عدد من الحالات سجلت يوم الاثنين. يوم الاثنين، يوم الاثنين، يوم الاثنين ب 1000 حالة. صافي، شحال الحالات؟ 1000 حالة فقط. نعم، ندوزو السؤال الموالي وهو السؤال الأخير في هذا الامتحان. سؤال 16، أملأ الجدول الآتي بالبيانات المناسبة انطلاقا من هذا المخطط. أيام هنايا، وهنا عدد الحالات. إذا يوم الإثنين شحال سجلت من حالة؟ سجلت 1000 حالة. نعم، هنايا فوقاش سجلت 2500، 2500 فوقاش سجلت هاهي. يوم الخميس، إذا الخميس، يوم الخميس سجلت عدد 2500 ديال الحالات. أربعاء شحال سجلت؟ إذا الأربعاء سجلت 3000 حالة. 1500 فقط سجلت يوم الثلاثاء. نعم، يوم السبت شحال سجلت من حالات؟ سجلت 9000 حالة قلناها قبيلتي. فوقاش سجلت 4500؟ 4500 سجلت هي يوم الجمعة، يوم الجمعة ويوم الأحد سجلت 7500 حالة. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. زيدوا دعموا القناة ومرحبا بكم وشكرا لكم.